ختام حفلنا اليوم نشكر كل من حضر من الجليل، من الناصرة، من حيفا ويافا والنقب والمثلث. كما وندعوكم لمتابعة نشاطكم والمشاركة بالتصدي لهذا المخطط، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم بإنجاح هذا اليوم من هيئات وفنانين وفرق فنية، نخص بالذكر منتدى حراكنا، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، جمعية بلدنا، وجمعية نساء ضد العنف للمبادرة لتنظيم لهذا المهرجان. شكرا جزيلا. كنت معكم أنا رغدة بسيوني وشادي مرعم. والآن بدي أطلب من الجميع مشاركتنا بالنشيد الوطني الفلسطيني موطني مع فرقة حق للفن الملتزم. غاية تشرف ورايه.